ايوه كده انا زعيم. ها غني 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 فلوس فلوس. يا مصطفى اهلا، تعال تعال شفتوره، تعال شفتوره. ايه ده؟ ها شفتوره، انا عايز اعرف انت ولائك لمين؟ ايه الجمله الصعبه دي؟ ايوه يعني انت سيدك مين؟ انا سيد الجنيه. طيب واللي يديك 1000 جنيه يبقى سيدي وصالك. يعني تبقى انت بالنسبه له ايه؟ يعني هيبقى سيد الحاره وسيد الحته وسيد الناس كلها. خد يا شفتوره 1000 جنيه واللي اطلبه منك تنفذه. امرك يا كبير. ايه ده بجد؟ ما تعدش عشان الابيض ما يبانش. حاضر. ياه اخيرا اخيرا. اخيرا ايه؟ هو انا الكلام بتاعي ما بيتسمعش ليه؟ الكلام؟ الكلام بتاعي ما بيتسمعش ليه؟ انا عايز افهم. انت في كلام قلته وانا ما سمعتوش؟ انا مش قلت لا حول الله رب. انا مش قلت تلموا القفش والكراكيب بتاعك وفي العربية النص نقل وتتوكلوا على الله من هنا؟ تتوكلوا اللي هو انا ومين يعني؟ تتوكل على الله. تتوكل؟ مش تتوكلوا. طب انت ليك عندي كام؟ 5 جنيه. 5 جنيه؟ 5 جنيه يعني 20 قرش؟ لا 5 جنيه. يعني كام؟ يعني 5. 5؟ اه. طيب العمارة بتاعتك كلها على بعضيها بكام؟ انت مش قد العمارة كلها، بلاش نخش في كلام مش هنوصل له الاخر. هنوصل له. قول لي بس العمارة كلها على بعضيها بكام؟ 5000 جنيه. 5000 جنيه العمارة؟ ايه يا عم شغل النصب ده؟ ده احنا زمان مش دلوقتي يا عم. يعني اتخن عمارة وقتنا ب 200 جنيه. يعني هو زمان ما كانش فيه نصابين؟ يعني انت نصاب؟ اه. وانا من النوع اللي بيضحك عليا صح؟ شفتورة امرك يا كبير. احضر معانا شفتورة. انا اشتريت منك العمارة يا معلم عمارة. ادي 1000. ايه ده؟ ادي 2000. ايه ده؟ ادي 3. جبت الفلوس دي منين؟ انت ميولك. ده اربعة. سبحان الله. 5000 جنيه. العمارة بتاعتك بقت حقي دلوقتي. 1000 مبروك. انت بقى تلم ايه؟ الكروكيب والعفش وليه ونص نقل وليه ايه؟ طب ادونا طب فرصة لهم الحاجة فيها مش على طول كده. لا على طول كده. شفتورة. امرك يا كبير. ايه؟ ما الحاجة كتير يا شفتورة. يعني ايه الحاجة كتير؟ ايه ده فيه؟ يا ابن الجنية. خد تعالى خد تعالى يضحك عليك كده يا شفتورة. الواد على ايدك دلوقتي خد مني ايه؟ 5000 جنيه. ايوه. هتطلع له تجيب ال 5000 جنيه بطريقتك. ماشي. منهم 2 ليا والتلاتة ليك يا معلم. امرك يا كبير. ايوه. يا سلام الفلوس بتقوي بتقوي جدا. هلا 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 هل. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايش 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 هلا 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 الواد ده مين؟ الواد ده مين؟ الواد ده مين ده؟ ايش 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 ايه الالاقه والشياكه دي يا مصطفى فندم؟ ايدك معلش والخضار معلش. معلش. انت نصبت عليا المره اللي فاتت. انا نصبت عليك؟ انا افتكرت. في كام؟ في 35 قرش. انا كنت واخد منك كام؟ كنت واخد مني 35 قرش. وبعدين 15 شويه حاجات. واديتك نص. يعني انت اتخن ورقه شفتها في حياتك كانت كام يا معلم ورور؟ الورقه الحمراء ممدنه ام 100 جنيه. ام 100 جنيه يعني انت لو شفت بعينيك دول 1000 جنيه ممكن يحصل لك ايه؟ مغمى عليا مش هلحق اساسا اشوفهم ولا هلحق. ايه ده جبت لي الاسعاف؟ ربنا يخليكي ليا. ربنا يخليك. بس ايه القيافه دي كلها؟ لا ما الحمد لله انا اصلا ما وقعت فقمت عامل في البرازيل جاب لي فلوس. نهارك سعيد يا يا الناس القديمة. أهلا وسهلا. أنا مستاء كتير من اللي حصل. حضرتك المزمزيل دي خدعتني، قالت لي هتيجي هنا هتشيل واحد حجمه عادي إنما ده كومبو. معلش شيله هنديك معاه سلطة فري. حرام عليكم شيلوه ده مسورة. خد اتصلي بالرقم ده. ده رقم إيه؟ الونش اللي هيسحبه. لا حرام عليكم ونش إيه؟ يا جماعة لا ما ينفعش. يا جدعان ده تخين قوي يا جدعان. يا جدعان لو دخل جوه عربية الإسعاف الكاوتش هيفس. ما تتصرف يا مصطفى. اتصرف يا مصطفى فندم. اتصرف ايه؟ اكفنوه مكان ما هو نايم كده وخلاص. وانا اعمل له ايه؟
هعمل له ايه؟ خلاص مكان ما هو نايم يدفن. انا خلاص ما بقاش عندي قلب، انا خلاص الفلوس قوتني. عايز حاجه؟ اديني فلوس وانا ممكن اساعدك. لا لا لا، تساعد مين؟ انا ممكن اجيب اهل الحته كلهم يشيلوه ويرموه يدفنوه. اهل الحته اللي هيشيل اللي مرمي ده هياخد 100 جنيه. يا راجل يا ناقص، ها؟ مش انا اولى بال 100 جنيه دي؟ ها؟ يعني انت اولى؟ يعني لو 10 تنفار جولك شالوك كل واحد في 100 جنيه يعني ب 1000 جنيه. الحق الحق الحق، حمل وجري حمل وجري حمل وجري. وسع طريق الاسعاف، وسع طريق الاسعاف. انت ايه اللي جرالك يا مصطفى فندم؟ الفلوس قوتني خلاص، هاجي لابوكي وهطلبك، مش هطلبك انت لوحدك، هطلبك بقى انت وامك وجيرانك. انا ممكن اشتري العماره اللي انت فيها كلها. لا يا مصطفى فندم، عمر الفلوس ما بتشتري الناس، وعمر الفلوس ما بتعمل بني ادم. ياما في ناس فقراء كتير بس رجاله وجدعان وعيشتهم احسن من عيشه البشوات. خساره يا مصطفى فندم. يعني قصدك ايه؟ ان انت مش هتتجوزيني؟ لا، فلوسك دي خليها لك، ولما ترجع مصطفى فندي بتاع زمان ساعتها ممكن نتجوز. مصطفى فندي بتاع زمان ده كان فقير، ما كانش لاقي ياكل، وانت اللي كنت عايزه مني الفلوس. طب اعمل ايه؟ مفيش غير الفانوس، هو الفانوس، هو العفريت، خلاص مش لازم ابقى غني، لكن القوة، اكيد القوة هي اهم حاجة، لو انا قوي اكيد كانت حبتني. ادعك الفانوس يا مصطفى. انا بدعك اهو يا عم، اطلع. يا حبيبي ليه يخاف من العفريت يطلع لي؟ يخرب بيتك، انت بتدعك فين؟ ادعك بحنية وقول الباسورد يا مصطفى. يا حبيبي ليه يخاف من العفريت يطلع له ينزل له؟ دوري مي فاصولا سي، يطلع له ينزل له. شبيك لبيك سوي كوش بين ايديك. الشاي بتاعنا يا عم العفريت عشان عندي مصلحة كده. بقولك ايه، انا مديك كله انك انت تقعد معاه اليوم كله، عايز تمشي ليه؟ عندي زفه عروسه كده عايز اخلصها واجي. زفه عروسه؟ روح الحق الدخان بتاعك. ماشي. خفت خفت وخلاص. المهم انت طلعت لي دلوقتي، انا مش عايز الفلوس. امال انت عايز ايه؟ انا عايز ابقى قوي، عايز ابقى قوي. انت خليت قبل كده اي حد قوي؟ دي لعبتي يا مصطفى، انت مش شايف القوه موجوده عندي ولا ايه؟ لا لو قوي كده مش عايز، مش عايز. لا انا عايز ابقى قوي، عايز الناس الجامده اللي يضربوا 10 بالايد كده و10 بالايد دي. تفرق يا مصطفى؟ انت القوه دي عايزها في المصارعه ولا في الملاكمه ولا في البوكس ولا في البودي بولدنج؟ بودي بولدنج؟ بودي بولدنج اللي انا عامله ده، ما هو ده اسمه بودي بولدنج. بادي بيلدنج. بودي بيلدنج. ايوه، بادي بيلدنج مع مصارعه مع ملاكمه مع كاراتيه. انا عايز ابقى اقوى واحد في العالم. خلاص انت خليت حد قبل كده قوي؟ او كتير يا مصطفى. فريد شوقي الله يرحمه، الشحات مبروم. الشحات مبروم؟ ما هو كله مبروم كده يا مصطفى. انا عايز ابقى زي الناس دي. خلاص يا مصطفى، روح يا مصطفى، انت هتبقى قوي يا مصطفى وهتخلي الناس تحبك يا مصطفى. روح. تحت فاضي الكرسي عليا عشان تقعد عليا معاك. ده ليه؟ تعالى. شغال ايه؟ انا شغال خضر. بتدفعش اللي توا ليه؟ اجمع عيش فلوس. طب تعالى ليه يا ابني؟ بعيد اجمع عيش فلوس. طب ابوك فين يا ابني؟ بابا مسافر. مسافر فين؟ عند ربنا. انت امك اسمها ايه يا ده انت؟ ماما اسمها ماما. ايوه، ابوك كان بيقول لامك ايه؟ كان بيقول لها يا بيبي. يعني ايه يعني جارتكم لما كانت بتخبط على باب البيت كانت بتنده لها وتقول لها يا ايه؟ يا ام محمد. بطاقة امك مكتوب فيها ايه؟ مكتوب فيها انثى. ايه ده يا معلم، حرام عليك. خد يا دي انت. الواد ده امه اسمها ايه؟ انا كنت بقول لها يا طنط. اصل هي اللي مربياني. انتوا هترخموا عليا بقى وكده، تمام؟ ماشي. الواد ده قط وربنا يقتلك. الواد ده بيموت ازاي؟ الواد ده بيموت من الضحك. من الضحك؟
عصفورتين عملوا سبق، واحده راحه للشمس وواحده راحه للقمر. مين توصل الاول وليه؟ العصفوره اللي راحه للشمس. ليه؟ عشان الشمس بتطلع كل يوم. غلط. مال. اللي راحه للقمر هي اللي هتوصل الاول. ليه؟ عشان اللي راحه للقمر هتطير كده واللي راحه للشمس هتطير كده. هموتك يا ضياف يا مفتاح، هموتك. الواد ده بيموت ازاي؟ الواد ده بيموت فيك يا معلم والله. والله بعشق تراب رجليك. بجد والله؟ والله يا معلم. بس انت، انا نفسي افهم حاجه، انت بلطجي ليه؟ طب ما انا هشتغل ايه؟ اعمل ايه؟ اشتغل ايه؟ ده انا لو شعري ده معايا في رمضان كنت اشتغلت بتاع كنافه. انتوا بتضخموا عليا والله العظيم. يا ميدو يا ميدو يا شكتورة، تعالى لعندي بترخم عليا وربنا. يا نهار اسود. خد يا. ايه يا معلم؟ انت خدت ايه من الدنيا يا؟ ولا حاجة. طب خدي. لف بينا يا دنيا. خدي يا. يلا يا باب. تعالى. تعالى. ديلو. امسك يا ميدو. استنى الرب. يا. استنى يا اخي يا مفتر يا كذب يا كذب. انا مش كذب، انا طويل. انت كذب. ما عداش من هنا، ما عداش من هنا. ماشي كده ماشي كده. اطلع يلا. ايه يا شفتوره؟ هو ما حدش عارف يلمك؟ انت بقيت مفتري كده ليه؟ انا افتر على اي حد. تفتر على اي حد اشمعنى؟ عشان لسه شارب البول. هو ايه؟ انت شايف نفسك قوي؟ ايوه انا واحد على الكوكب ده. مين يا قاضي اللقوة واحد على الكوكب ده يا؟ انت يا قاضي يا مصطفى فندم، مش قلنا لك ما تاكلش شوكولاته تاني مادام بتجيب لك حساسيه كده؟ ايه النفخ مش مظبوط ولا ايه؟ لا مورم جسمك خالص. اوعى ايدك. ايه ده؟ وابو موتى بعت لنا فانتام ولا ايه؟ استنى انا هعرف. يوم ورا يوم حبيبي. اجاني نوم حبيبي. هو يا عم هو، بس التاني قصير. مين اللي مضايق الحته هنا؟ شفتوره يا معلم. شفتوره يا بنت اللي مضايقك؟ تعالى. ايه هتعمل ايه يعني؟ حس اللي وقع منك يا معلم. معلم شفتوره لحس البلاط يا رجاله. انا مش هرد عليكم، انا هخلي رجالتي يضربوكوا يا رجاله. هات لي رجاله. فاكرين يعني الضرب صعب؟ ها بت خلاص كده حبيتيني؟ انا كان نفسي تستخدم قوتك في الخير مش في الشر. كان نفسي تستخدم قوتك في الخير مش في الشر. مش مهم. ما حدش ياكل فيلم. ها اجيب لك ميه. طيب مش مهم القوه، المهم البني ادم يكون له مواقف حلوه في حياه الناس، ياثر فيهم يخدمهم مش يخوفهم منه بقوته. ربنا يهديك يا مصطفى. يعني ايه؟ يعني حتى القوه مش عاجباكي؟ طب اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه يعني؟ لا الفلوس نافعه ولا القوه نافعه. العفريت ده مبوظ الدنيا. اما اشوف ايه حكايته. ادعك يا مصطفى، عظمي كله اتكسر يا مصطفى. يا حبيبي اللي يخاف من
اطلع يلا. انت بقيت تسيفني جامد يا مصطفى، قولها. وعنده شغل وعنده شغل. يلا لا خلاص بقى كده، انا مش هشتغل معاك تاني. ليه؟ عشان جد شغلانه احسن. فين؟ مش شغال الدخان. شغال الدخان. ايه مالك؟ والله انت جايب لي الدور دوت عشان اخد برد وتروح مكان عند السبكي. خف خف خف. شبيك لبيك، سوي كوش بين ايديك، تطلب ايه؟ دلوقتي يا عم الفلوس.